خالد الشنيف خطف الأضواء في حلقات برنامج الرياضي الجديد ملعب اس بي سي، مع أن هذه المرة الأولى اللي خوض فيها تجربة تقديم البرامج التلفزيونية. فالجماهير السعودية اعتادت على الشنيف كلاعب سابق ثم مدرب لتتبعها تجربته في مجال التحليل، وبوجهة نظر الشارع الرياضي فهو محلل من الطراز الرفيع. أما عن تجربته الجديدة فالكثير غردوا مشيدين ومشجعين له. هوية ثانية، لأني أنا ولد الملعب، ولد المجال الإعلامي، مدرب، عندي الخبرات كلها، حاولت نصيغها في الجانب الإعلامي. الجانب الإعلامي ليس بالجانب الصعب، جانب تستطيع أن تتدرب عليه. أنا لي أخطائي في هذه المرحلة، المرحلة القادمة قاعد أقلل أخطائي من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة. لذلك الحوار الموجود الآن هنا هو لأهل اللعبة كرة القدم بس. ارتكزت أن لا يظهر معك إلا لاعب كرة قدم أو مدرب، هذا رقم واحد. اثنين، الحوار كله إذا تشاهد وإذا تابعت البرنامج الكل مرتكز على كرة القدم، حيادية مع جميع الأندية، طرح فني لفائدة الأندية وليس لضررها، نقد موجه للأندية لإصلاحها وليست للمشاكل، البحث عن مصلحة الأندية، البحث عن مصلحة المنتخب. الكلام مرة ثانية هو لكله في المستطيل الأخضر وماذا يحدث فيه. وفي الحلقة 34 وصل أسطورة نادي الاتحاد محمد نور ضيف الشنيف أمام كاميرات رياضة سكوب التي رافقتهم في الكواليس. في الحوار الذي انطلق بعد مباراة الهلال مع استقلال طهران في دور 16 من دوري أبطال آسيا التي حقق فيها الهلال الفوز بهدفي قوميز والدوسري، ليعلق نور على فوز الزعيم قائلا: الليلة ظهر الهلال على حقيقته. الأندية السعودية دائما كعبها عالي في آسيا، يعني زي ما شفت اليوم ما شاء الله تبارك الله الهلال اليوم بين على حقيقته. أما في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يترقب الجمهور لقاء القمة بين النصر سابع الترتيب مع الاتحاد الذي ينافس على الصدارة في مباريات الأسبوع الخامس، لتحاول كتيبة العميد تحقيق الانتصار الرابع على التوالي في الدوري، بينما يسعى النصر لتعويض خسارته في الجولة الثانية أمام الفيصلي بهدف لهدفين. فما هو رأيه خاصة أنه لعب مع الفريقين؟ أنا أتوقع حتكون أفضل مباراة إلينا الجولة الرابعة، حتكون مباراة الاتحاد والنصر، هذه المقياس لقوة الفريقين. النصر قاعد ينافس والاتحاد قاعد ينافس، وجمهور الأصفرين يتنافسوا على منصات التواصل الاجتماعي في مشهد يتكرر قبل كل لقاء بينهما. ووصلت المشاحنات في ذروتها هذه المرة بعد انتقال أنسيلمو إلى نادي النصر في صفقة أشعلت الجدل بين جمهوري الفريقين. نحن قبل الكورة نحن أخوان، ونحن بنشجع النصر والنصر بيشجع الاتحاد وكذا، يعني هذه حاجة طبيعية. يعني انت زي ما انت شايف دحين السوشيال ميديا كيف ما شاء الله تبارك الله، ما في شيء يتخبى، ما في يعني هذا كلام على قولهم أفشات بين الجمهور، يعني هدول بيقولوا هدول بيقولوا. انت زي ما انت عارف الفترة قبل لا تقفل دائما بيكون في 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 أشياء، في تحديات، في كل فريق كل نادي يبغى يلحق يوقع مع لاعب، وتلاقي النادي الثاني يدخل وينافس على، وهذا شيء طبيعي يعني، وهذه حاجة ما تزعل يعني. وتشهد انطلاق الدوري المحترفين السعودي منافسة شرسة بعد 4 جولات، إذ يفصل المتصدر الاتحاد 3 نقاط فقط عن سابع الترتيب نادي النصر. إلا أن المنافسة لا تعني قوة الأندية السعودية من الناحية الفنية بالنسبة للكابتن محمد نور. أنا شايف الدوري السعودي قوي، قوي كاسم، قوي كمصروفات وكذا، بس فنيا فقير. كل المباريات زي انت شايف يعني دائما الفريق بيكون مسيطر على الفريق الثاني، وحتى لو انتهت بالتعادل لكن بيكون في افضليه لفريق عن الفريق الثاني. انا كنت اتمنى ابغى اشوف فريقين كده تتنافس، ولا تسمع في سناب ولا تشوف في قناه ولا شيء يقول لك هذه افضل مباراه من بدايه الدوري للان، وللان ما شفنا افضل مباراه ونحن في الجوله الرابعه.